إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جنة
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا أَوَآبَاؤُنَا
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. القرآن حياة.